وللحديث عن زيارة رئيس الحكومة إلى إيران معنا عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي. سيد حسين، مرحبا بكم. يعني في هذا التوقيت عبد المهدي يزور طهران بعد وقت قليل نسبيا من زيارة روحاني إلى العراق، لكن ما الرسائل المراد إيصالها من هذه الزيارات المتبادلة؟ أهلا وسهلا بكم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. أنا أعتقد السيد عادل عبد المهدي يحمل ثلاثة رسائل مهمة في زيارته إلى إيران. الرسالة الأولى نعرفها من خلال الوفد المرافق للسيد رئيس الوزراء، وزير التجارة، وزير التخطيط، وزير الموارد المائية، وبعض الوزراء ذات الطابع الخدمي. فهذه هي لمعالجة مشاكل إيران الاقتصادية التي تعاني منها بسبب العقوبات الأمريكية. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية أعتقد أنه يحمل رسالة تطمين لما قامت به السعودية في فتح سفارتها وقنصلياتها في العراق، بأن العراق حليف استراتيجي لا يمكن أن يكون لغير إيران، وما تقوم به السعودية ما هو إلا عملا لمصلحة العراق حصرا ولن يكون في مواجهة إيران. الرسالة الثالثة أعتقد يحمل رسائل من السعودية إلى إيران بإعادة العلاقة أو لغرض إعادة النظر في العلاقة فيما بينهما، وهذا وارد جدا أيضا في التحولات اللي موجودة في السياسة السعودية. طيب، فيما يخص الولايات المتحدة، هل هناك دلالة من هذه الزيارة مع اشتداد التنافس الأمريكي الإيراني في العراق؟ أنا أعتقد هناك تنسيقا أمريكيا إيرانيا في العراق، وليس هناك تنافسا أو خلافا أمريكيا إيرانيا. ما كان دورا لإيران لولا هناك تفويضا أمريكيا. أمريكا دولة عظمى، وهي الدولة الأولى في العالم، وهي المحتلة الأولى للعراق، وإيران هي دولة ثانوية لا تستطيع ولا تجرأ أن تخالف الولايات المتحدة في سياساتها لولا هناك تنسيقا. وما هذا الإعلام وحرب الممانعة والمقاومة ما غيرها إلا هو لذر الرمادي في العيون. سيد حسين، من جهة أخرى، يعني كيف ستنعكس الاتفاقيات التي ستوقع، لا سيما في موضوع إلغاء التأشيرات التي قالت اللجنة المالية النيابية في العراق، قالت إن هذه الخطوة ستكلف العراق ما يقارب من 50 مليون دولار سنويا. أعتقد خطوة يعني إلغاء التأشيرات طبعا بالتأكيد هي لصالح إيران، لأنه إيران محتاجة العراق أكثر بحكم وجود المرافد والزيارات التي تسعى إليها إيران. أعتقد الموضوع أكبر من هذا بكثير، وأكثر من 50 مليون، لأنه هذا هو فتح ليس باب للزيارات فقط، وإنما باب للإقامة والهجرة، وهذا باب أيضا للدخول المخدرات. إيران مهيمنة على العراق، فأي اتفاق اقتصادي أو بما يسمى تنسيقا أمنيا هو لن يكون متكافئا بين دولتين متكافئتين لهما إرادة ودول مستقلة ذات سيادة كاملة. هناك هيمنة إيرانية، وكل اتفاق أمني أو اقتصادي هو يكون لصالح القوي وليس لصالح الضعيف، أو ليس له من مصلحته شيء في هذا الاتفاق. الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي، شكرا جزيلا لكم.